في، انا الاول كنت ببيع بسكويت وشيبسي وحاجه ساقعه وكده، الناس قالوا لي اعملي طعميه، اعملي بطاطس، اعملي، عملت. بعد كده قلت اعملي سجق كبده، عملت، والحمد لله وربنا ميسر لي الامور والحمد لله رب العالمين. انا اسمي ام عمر، وببيع بطاطس وطعميه وبتنجان الصبح، وبعد الظهر ببيع كبده وسجق وبانيه وستريبس. بعد الظهر بفضل من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 10 بالليل، ده عشان الحظر طبعا، لكن لو ما فيش حظر بفضل قاعده بعد كده. لا ما تعبش، ربنا بيقويني برضه، ما عنديش يأس الحمد لله. لو ما نزلتش الناس كلها بتكلمني هنا، دول اهلي، دول بحبهم كلهم وهم بيحبوني الحمد لله. انا بقعد معاهم، ما بقعدش في بيتي قد ما بقعد معاهم. انا بنزل الصبح هنا من الساعه 8 لحد بالليل، انا بروح بيتي بنام، لكن قاعده معاهم طول النهار. انا بنزل الصبح الساعه 7:30 من البيت، بروح السوق بتاع باب الشعريه، بجيب الحاجه ديت وكده، باجي هنا على الساعه 8:30 ابتدي ان انا اكون قليت، طلعت اول طلعه بطاطس ديت وطعميه، ابتدي بقى اشتغل. زباين تيجي من 9، زبوني زبون كل يوم، هو ما بيغيرش الاكل، بياكل كل يوم من عندي. اصعب حاجه عندي هنا بالليل فهي غسيل المواعين، عشان انا بقعد هنا في الارض، مفيش حوض طبعا، ومفيش، في عز الشتاء بقعد اغسل مواعين هنا. بحب الشقه جدا، يعني انا لو قعدت في البيت بتعب بعيا، لكن طول ما انا شغاله ما بتعبش الحمد لله. نفسي المكان دوت يبقى اكبر طبعا، ربنا يكرمني بمكان طبعا فيه حنفيه وفيه حوض وفيه كده اهوت، وربنا يستر معايا. انا مش نازله هنا وانا نازله عشان حد يضايقني او حد يقول لي كلمه، وكل واحد عارف حدوده ايه، هما بيتعاملوا معايا انا ست ب 100 راجل، ما حدش يقدر يتكلم كلمه وحشه وبتاع، لاني برضو انا بجبرهم ان هم يحترموني. اللي عايز يشتغل هيشتغل، للستات وللرجاله كمان، ده في رجاله قاعده في البيت اكتر من الستات، هو الشغل مش عيب، اللي هيسعى على شغل هيلاقي شغل، ما ربنا قال لنا اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. بصرف منها على نفسي وعلى بنتي، بمعايا بنتي في الجامعه في اولى حقوق، والحمد لله يعني الدنيا متيسره والحمد لله. اتمنى عيالي يبقوا كويسين، وبنتي نفسها تكمل عالمها، هي في اولى حقوق السنه دي، نفسي اشوف احسن ما هي عايزه كمان، وربنا يسعد برضو عمر برضو، واهو بس هو ده اللي نفسي فيه والله.